في غياب أي حلول منطقية في الأفق، يستمر تعداد الكلاب الضالة في النمو دون رادع. يتحمل سكان المدينة التكاليف المادية والمعنوية المرتبطة بانتشارها. وعود قطعت بحملات للتحصين والتعقيم ظل تنفيذها حبراً على ورق، وغياب الإجراءات الاستباقية يدفع ب25 مواطناً أسبوعياً إلى المستشفيات للعلاج من حالات العقر في إربدة وحدها. كثير مثلاً لما تطلع في خاصة في الليل أو وقت الفجر بتلاقي كثير من الكلاب الضالة في الشوارع، فهذا الإشي بشكل خطورة على سواء الأطفال. إني أنا سايق دراجة، أنا من الناس اللي بعاني من الكلاب بشكل رهيب. يعني وأنا سايق الدراجة بيجي بهجم علي مثلاً 4-5 كلاب مع بعض، إذا بدك تسرع بده يظل يركض وراك، وإذا بدك توقف بده يعضك. من فترة من يومين ثلاث في شاب زميل لأنه كمان على دراجة عضوا كلب وصابوا أمراض مش مأمنين على أولادنا يطلعوا. الولد اللي بيطلع من ظل الكبير والصغير داير بارهم عليه، إيش نسوي؟ كلب واقف باب الدار مش عاجز إن دوله تشوف إنه حل بين. أنا عندي أخو صغير عمره 5 سنين، بخاف أطلعه على الشارع، بخاف أطلعه على الشارع نهائيا. أنا بودي على المدرسة الصبح وأنا بجيبه، لأنه أنا عندي يعني قطيع باب الدار. يخصصوا له مكان مش لازم تنذبح، وبنفس الوقت مش لازم يظل فالتي. يعني في أولاد صغار بالشوارع، أطفال صغار زي هيك بس يشوف الكلب يهرب بده يلحق ويعضه مباشرة. يعني واسه ممنوع لا تسم كلب ولا تضرب كلب ولا حتى تطخ كلب، فالوضع زاد عن حده. والشوارع أزود وأزود، يعني أنا ضربت كلب قبل فترة بالسيارة. الكلاب داخلة على المستشفى، وغير هيك إنه الأطفال صارت برعب وخوف، صاروا الأطفال يخافوا يروحوا من المدارس. تكاليف علاج الإصابات والأمراض التي تسببها الكلاب الضالة تتجاوز 50,000 دينار شهرياً ضمن مستشفيات مديرية صحة إربد دون المناطق الأخرى. يعني لما يجونا عدم مؤاخذ الأطفال وإنه الكلب أكل عصام، الكلب أكل العصام، يعني كأنه وقت يعني بظرف يعني ما بننحسد عليه. يعني كانت الرعبة للصغير والكبير، الأم والأب والطفل كله، واللي صاب البيت حالياً إنه بطل حدا يقدر يطلع، يعني حتى من بعد العصر يطلع برا بده يشتري له غرض من المحل، بده يشتري غذاء، بقول لك بخاف أنا ما بقدر أطلع. مجدداً وكقضايا عديدة أخرى يقف شح الوفرات المالية عائقاً أمام طي ملف الكلاب الضالة. تغيب الإحصائيات الرسمية وتشير تقديرات إلى أكثر من 70,000 كلب ضال في إربد وحدها، وهذا يعني أن واحداً من كل 15 شخصاً في المدينة معرض لخطر عقر كلب ضال. أسامة المومني، المملكة، إربد. من عمان تنضم إلينا مستشارة شؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية الدكتورة أسماء الغزاوي. أهلا وسهلا بك دكتورة أسماء. دكتورة أسماء، إذا لربما تابعتي معنا هذا التقرير وهذه المشكلة، حاليا هناك الكثير من الشكاوى وهناك الكثير من الحالات، فما هو الوضع في ذلك وما هي القوانين الضابطة الموجودة؟ نعم، مساء الخير جميعا والله يعطيكم العافية. يعني لا يخفى على أحد، ويعني وإحنا بنحكي وبنقول دائما هي مسؤولية مباشرة من مسؤولية البلديات وإحدى مسؤوليات البلديات، ووزارة الإدارة المحلية بصراحة هي يعني داعم لنشاطات البلديات في هذا الموضوع، داعم ومراقب ويعني مشرف على هذا الموضوع. صحيح أنه بالرغم من أنه هي مسؤولية البلديات وإحنا عارفين هذا الحكي، لكن إحنا بواجهنا تحدي كتير كبير لحد الآن، أو تحديات اثنين كبار صراحة. التحدي الأول اللي هو عدم وجود قطع أراضي مناسبة لإقامة العيادة البيطرية الخاصة بموضوع الأنيمال بيرث كنترول اللي هو الـ ABC، الحد من أو السيطرة على توالد الكلاب الضالة. علشان هيك إحنا توجهنا بالوزارة، وجهنا البلديات إلى أنه بإمكانهم البحث عن قطع أراضي حتى لو كانت من أراضي الخزينة أو حتى كانت من أراضي الحراج تابعة لوزارة الزراعة، وبعد ذلك ممكن إحنا نرتب الأمور مع الجهات المعنية بحيث أن نخصص هاي القطعة لإنشاء العيادة لإقامة المشروع. نعم. ماذا يعني هذا النظام إذا كان بالإمكان أن نشرحه أكثر ما يتعلق بنظام ABC والفعالية؟ نظام ABC هو يعني احنا بنخصص قطعة أرض في البداية، بعدين ننشئ عليها عيادة، وخلينا نسميها مأوى مؤقت أو حظيرة.
تقوم البلدية بتعيين عمال إمساك لإمساك الكلاب الضالة وإحضارها إلى هذا المكان، توضع في الحظيرة ثم تنقل إلى العيادة. الحظيرة بتكون مقسمة طبعا إلى عدة أقسام، بعدين تدخل على العيادة لعمل عملية لإزالة الجهاز التناسلي سواء بالذكر أو بالأنثى، ثم يتم إعطاء الكلاب مطعوم السعار اللي هو مطعوم داء الكلب ومضاد حيوي، ويوضع على أذنها علامة إحنا بنسميها الإير تاج. نعم. علشان إحنا نكون عارفين إنه هذا الكلب يعني أولاً بيكون له رقم تسلسلي، ثم بنكون عارفين إنه هذا الكلب تم له عملية، لأنه هاي العملية بتهدي شوي السلوك الشرس عند بعض الكلاب. هل أثبت هذا النظام نعم فعاليته إذا سمحتي؟ تفضلي. هلا بس بعد ما نخلص العملية الكلب يتعافى، الذكر يتعافى أسرع من الأنثى، لذلك يتم الاعتناء فيهم بالعيادة، ويجب إرجاع كل كلب إلى المكان الذي أمسك منه إلى موطنه اللي هو كان عايش فيه. نعم، ولكن هذا الموطن قد يكون في المناطق السكنية في بعض الأحيان. نعم، إذا كانت في المناطق السكنية وبين السكان بإمكان الكادر أنه يعني يبعده أو يطلقه في مكان أبعد. نعم، نعود للحديث عن فعالية هذا النظام منذ اختباره. عندما نتحدث عن نجاعته فهناك بعض التساؤلات في الحد من سلوك الحيوانات، خاصة فيما يتعلق بهذه الكلاب الضالة التي تعمل على عقل الكثير من المواطنين في كثير من الإصابات. نعم، هلأ البرنامج بحد ذاته مشروع ناجح والعملية عملية ناجحة، لكن إحنا يعني كمان بنعاني من بطء الإجراءات، لأنه إحنا البلديات أصلاً ما في عندها بنية تحتية مهيئة لمثل هذه المشاريع. ثم إنه بداخل العيادة نفسها، أنا يعني الطبيب البيطري اللي بيكون موجود أو الكادر اللي بيكون بيشتغل داخل العيادة، لما يقدر إنه هذا الكلب شرس بيحتفظ فيه لفترة معينة لحتى يعني يهدأ سلوكه شوي، وبعدين بيرجعوا بيطلقوه. يعني إحنا مش يعني إذا شفنا إنه هذا الكلب مثلا شرس وما بنقدر نرجع نطلقه مرة تانية، بنخليه فترة معينة لحتى يهدأ وبعدين بنطلعه. البلديات أنا حكيت لك التحدي الأول، التحدي الثاني عدم وجود البنية التحتية. المشكلة إنه البلديات ما تعاملت يعني قبل ذلك يعني قبل هذا الوقت بهذا المشروع صراحة. ماذا نعني بذلك؟ خاصة يعني فيما يتعلق بالبنية التحتية. نعم، البنية التحتية اللي هي قطعة الأرض، إنشاء العيادة، إنشاء الحظيرة، وجود أطباء بيطريين، وجود عمال إمساك، وجود أدوات إمساك. نعم، هذا غير متواجد حاليا. موجود عندنا طبعا موجود في أمانة عمان، موجود بعيادة الخالدية في بلدية الخالدية، البلديات الخالدية وضلال والحلبات في بينهم اتفاقية، ويوجد حاليا عندهم عيادة. نعم، أيضا من جانب آخر دكتورة أسماء، عندما نتحدث عن التطبيق، هذه الحالات أو لربما هل تدللكم على إجراءات معينة ما بين إصابة إلى إصابة مختلفة، أم أننا نتحدث عن الكلاب بمجملها؟ بصراحة ما فهمت سؤالك. نعم، يعني عندما نأخذ هذا النظام ونطبقه، نظام ABC، هل هناك فئات معينة تتطلب هذا النظام؟ هل نتحدث عن الكلاب الضالة التي أحدثت إصابات، أم أننا نأخذ هذه الكلاب الضالة بالمجمل؟ جميع الكلاب الضالة، جميع الكلاب الضالة. بس أنا تسمحي لي أوضح شغلة صغيرة إذا سمحتي لي. هلأ إيه الكلاب الضالة اللي موجودة في الشوارع حاليا؟ هي كلاب كنعانية اللي احنا بنسميها الكلاب البلدية. الكلاب البلدية بطبعها يعني ربنا خلقها غير شرسة، يعني بطبعها مسالمة. احنا في عنا بعض الكلاب بتكون شرسة، نعم، يعني بتكون اما مدربة على الشراسة، او مثلا بتكون جائعة، او بتكون تعرضت لمواقف يعني جعلتها انها تكون شرسة. يعني أنا يعني بتألم صراحة لما بشوف أو بسمع كل يوم إنه في حالات إصابات، وبتمنى على البلديات إنهم يعني يبدأوا بتطبيق هذا البرنامج بالسرعة الممكنة. نعم، هل تردكم شكاوى مباشرة بالعادة؟ وإن كانت قد ترد فهل من أرقام معينة حول ذلك؟ للوزارة؟ نعم. قصدك؟ للوزارة ما بيجينا صراحة، لكن أو للبلديات؟
البلديات، نعم يصل للبلديات. احنا ممكن يجينا مثلا من بعض الجهات الرسمية بحيث احنا بننسق لهم مع البلدية. نعم. المعنية طبعا انهم يحلوا المشكلة. شكرا جزيلا لك مستشارة شؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية دكتورة أسماء الغزاوي.